الموضوع الخاص بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون رقم 0486 المتضمن استحداث 3 أوسمة للجيش الوطني الشعبي، منها وسام الشجاعة. وفي هذا الصدد قال وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة أن المشروع القانون جاء عرفانا بالمجهودات الكبيرة التي قدمها العسكريون في ساحة الحروب، خصوصا حربي شرق الأوسط. تفاصيل مع زميلة منى مالك. يقدم لكل من قضى 15 سنة على الأقل، أو لمن قضى 25 سنة على الأقل، أو لمن قضى 30 سنة ويتصف بمواصفات الكفاءة والشجاعة. وأيضا وسام يقدم لأولئك الذين شاركوا في حرب الشرق الأوسط 1967-1973، وكانوا في مسرح التصدي العسكري وقضوا شهرا كاملا على الأقل. يستثنى من هذا الشرط أولئك الجرحى الذين عادوا إلى التراب الوطني. هذه الأوسمة تقدم باقتراح من نائب وزير الدفاع، وهي أوسمة تشريف، وتقدم بمقتضى مرسوم رئاسي. كما رفضت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان التعديل الوحيد الذي أدخل على مشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب. وبشأنه أوضح ممثل عن وزارة الدفاع الوطني العقيد يوسف عرفي أن التعديل رفض لسبب تقني. كان مرفوض من طرف لجنة الدفاع الوطني التي درست الملف بحضور النائب الذي بادر بالمشروع، مشروع التعديل. ونحن نرى بأنه هو عبارة عن قانون تقني، وتم التصويت على مشروع القانون هذا الخاص بإحداث وسام لتكريم أفراد الجيش الوطني الشعبي، وهي عبارة عن تكريم وإعادة الاعتبار من طرف الجيش الوطني الشعبي المؤسسة العسكرية وكذا من الدولة الجزائرية لهذه الأفراد الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الدفاع طبعا عن القضية العربية، وفي لب القضية العربية هي القضية الفلسطينية.